والنهارده هنستكمل الجزء الثالث من هذه ورش العمل التي سيلقيها علينا ويشرفنا بالحضور استاذ دكتور محمد الشيمي، استاذ جراحه المسالك الدوليه قصر العيني جامعه القاهره، محكم ومحرر في العديد من المجلات الدوليه منهم اكثر من 50 مجله دوليه مصنفه في ويب اوف ساينس، ومن المدربين المعتمدين في اكاديميه بابلونز للتدريب على التحكيم في المجلات العلميه الدوليه التابعه لويب اوف ساينس. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور محمد، وكلنا في انتظار الجزء الاخير من المحاضره ان شاء الله ونستكمله باذن الله النهارده. اهلا وسهلا دكتور محمد. اهلا بحضرتك، الصوت واضح كده؟ تمام. طبعا بشكر المركز القومي للبحوث على اللقاء المتجدد يعني، وان شاء الله المره دي هي المره الثالثه في السلسله بتاعتنا How to write a scientific paper. طيب احنا خلصنا كتابه المراجع العاديه، نخش بقى في حاجه اسمها secondary sources. secondary sources في بعض الناس ممكن تعيش حياتها كلها وتكون نشرت مئات الابحاث وما تكونش تعرضت لحاجه اسمها سكند ريسورسز دي، وما تعرفش تعملها ازاي لانه ما احتاجهاش. وفي ناس بقى كتيره بتعملها بطريقه غلط، عشان كده هنتكلم عليها ونركز مع بعض. يعني ايه سكند ريسورسز؟ يعني في ريفرنس 1 هو الاوريجينال سورس، تمام، وتوصل لنتائج محدده، وبعد كده حد جه قرا البحث ده واستعان بيه في الدسكشن بتاعته مثلا وعمل سايتيشن ليه، يبقى سورس 2 قرا سورس 1 وحطه في الريفرنسز بتاعته لانه كتبه في الدسكشن. طيب انت جيت بقى وبتعمل بحث دلوقتي وقريت المعلومه في سورس 2 ما قريتهاش في سورس 1، نعمل ايه؟ والسؤال ده يعني سالته كتير قوي، هل اكتب المعلومه واروح حاطط سورس 1 بس واتجاهل لسورس 2، ولا احط المعلومه واحط سورس 2 واتجاهل سورس 1، ولا اعمل ايه بالظبط؟ اول حاجه عايزين ناكد عليها ان هو ما تحطش قدر الامكان، قدر المستطاع، وده تقريبا في 99.9% ما تحطش ريفرنس في المراجع بتاعه البيبر بتاعتك الا لو كنت قريت المرجع ده بنفسك، تمام؟ لكن في بعض الاحيان، في بعض الاحيان تدور على المرجع الاساسي ده مش لاقيه، مش عارف توصل له، يا اما بقى قديم جدا، يا اما مكتوب مثلا باللغه ثانيه صينيه مثلا، فانت مش هتعرف تكتبه يعني او تقراه. ففي الحاله دي، في الحالات بقى اللي هي دي اللي هي يعني مش ده العادي، ده بتضطر ليه نادرا، تمام، ساعتها تروح جايب المعلومه زي ما هي من سورس 2، بس هتقول ان انا المعلومه دي قريتها من سورس 2، تمام، اللي كان واخدها من سورس 1، تمام كده. طب ليه بقول كده؟ ليه الغلبه دي؟ ما كله خلاص، ما اقول سورس اكن قريت سورس 1 وخلاص وكفى الله المؤمنين شر القتال. طيب شوفوا بقى الحته دي، لما انت قريت سورس 2 وكتبت اللي هو كتبه، فانت كده كتبت راي المؤلف في سورس 2. المؤلف ده اولا ممكن يكون نقل المعلومه اللي هو عايز ينقلها وتغاضى عن معلومه ثانيه في سورس 1 كانت ضد المعلومه دي، او يعني بقى ممكن يبقى متحيز، ممكن يكون فهم المعلومه غلط ونقلها بطريقته غلط، تمام، ممكن كمان ان هو يبقى كتب غلط او متحيز او بيقول رايه يعني فهمه بقى للموضوع. طيب في الحاله دي انت لما تقول، لو انت قلت ان انا نقلتها من سورس 1، يبقى انت بتقول كانك انت اللي قريت وانت اللي فهمت بالطريقه دي وانت اللي نقلتها بالطريقه دي، فبتنشر المعلومة الخاطئة في المجتمع العلمي، الكل يجي ينشر منك كمان فيروح ناقلها بنفس الطريقة ويقول ده من سورس 1. فكده لا، لازم تقول لا يا جماعة، المعلومة دي ده حسب فهم المؤلف الفلاني في سورس 2 اللي قراها وهو اللي كتبها. فلازم تبين ده ازاي؟ اللي أنت تقول سورس 2 وتقول اللي هو أخذها من سورس 1. تمام كده؟ طب ازاي نعمل الكلام ده؟ أول حاجة لازم يبقى اللي بيقرا البحث بتاعك البيبر عارف ان انت قريت سورس 2 من سورس 1، لازم تبين ده. وبعد كده هتروح كاتب السكند ريسورس اللي هو سورس 2 ده، وتروح كاتب as cited in، تمام، as cited in، يبقى الاوريجينال سورس as cited in سورس 2 او السكند ريسورس، هنقول برضو ازاي دلوقتي. ممكن تحط اسم المرجع الاولاني والديت بتاعه،
تمام، وبعد كده as cited in source 2 هنقول ازاي دلوقتي. خلاص طبعا انا الامانه العلميه برضو بحط اسماء هنا السايتس، حاجات استعنت بيها عشان تحضير الماده دي او فيها اكسبلانيشن زياده ممكن تقروا فيها اكتر، فهتلاقوا كده في السلايدز حاجات كده معروضه يعني. طيب امثله بقى ازاي نعمل الكلام ده. It's supposed to be due to ادي اهو البرايمري سورس، سورس 1 حسين مثلا، حسين 2003 as cited in الشيمي مثلا 2019. يبقى انا بينت ادي البرايمري سورس وادي السكندري سورس وكتبت بينهم as cited in، او اكتبها بالطريقه دي حسين مثلا قال كذا، بس المعلومه دي يا جماعه مش من حسين نفسه، انا ما قريتهاش في حسين اللي هو البيبر بتاعته 1989، لا as cited in الشيمي 2019. كذا طريقه بقى يعني، نشوف هنا برضو كذا طريقه لكتابه نفس الكلام، او حتى اقول الجمله وبعد كده ما بين قوسين first source cited in second source وهكذا. طيب لو في بقى كوتيشن كمان ممكن احط كمان رقم الصفحه. طيب لو نيوميريكال هروح حاطط رقم يعني المؤلف الاولاني هو البحث بتاعه السنه cited by الدراسه الثانيه، اروح احط الرقم او حتى احط رقم بس مش لازم الاسم كمان. هنا مثلا زي اهو according to كذا as cited in كذا والرقم. هنا مثلا ده المؤلف الاولاني قال كذا cited by المؤلف الثاني، حطيت رقم بس تمام وهكذا. طب في الريفرنس ليست نكتبها ازاي؟ الاولويه اللي انت تكتب المرجع اثنين، انت خلاص بينت في المانيوسكريبت نفسها ان انت قريتها من مرجع اثنين ما قريتهاش من مرجع واحد، فبتقول هنا مرجع اثنين، واللي بيقرا هيبقى فاهم لانه في المانوسكريبت قال اللي انت في مرجع اثنين ده جبتها من الفلاني الفلاني، وفلان الفلاني ده لما تقرا مرجع اثنين هتلاقيه مكتوب في المراجع بتاعتها. خلاص لما تقرا البيبر نفسها في مرجع اثنين اهو. هنا مثلا بروح حاطط سورس 2 الشناوي مثلا كذا واحط على السورس كله، ما جبتش سيره السكندري سورس البرايمري سورس، البرايمري سورس مكتوب في المانوسكريبت نفسها تمام، ولما اشوف السكندري سورس واقرا البيبر نفسها هلاقي المكتوب بقى في المراجع واعرف السكندري سورس ايه. او نكتبها بالطريقه دي اللي هو المرجع الاولاني as cited by السكندري سورس، بس دي اكتر في الطريقه بقى اللي هي الفابيتيكال يعني، منها من الطريقه النيوميريك وبرده مصادر الكلام. طيب ناخد نفس تاني مع بعض كده، الشاي برد. طيب دلوقتي احنا اتكلمنا على السيتيشن العادي جدا، وبعد كده اتكلمنا على السكندري سورس سيتيشن اوف سكندري سورس تمام، او سكندري سيتيشن. ندخل بقى على الكوتيشن، والكوتيشن ده يا برايمري اللي انت قريت حاجه وخدت منها اقتبست جمله، او ان انت قريت حاجه وكانت مقتبسه من بيبر ثانيه، ويبقى برضو indirect quotation برضو أو secondary quotation. طيب نقول كده بعض المصطلحات. الquotation يبقى أنت نقلت الكلام زي ما هو تمام، من غير ما تلعب فيه خالص، زي ما هو الجملة زي ما هي، ولازم تعمل citation صح وتقول إن اللي قال الجملة دي فلان الفلاني، وتحط quotation marks حواليها كمان عشان تبقى واضحة تمام. دي الشروط بتاعت الكوتيشن، وتنقل الكلام زي ما هو ما تغيرش فيه ما تلعبش فيه. طيب احنا بنتكلم في الدايركت كوت اللي انت قريت بيبر وجبت منها الحته اللي انت اقتبستها دي، فبرضه هتعمل سايت اوثر وير. هنا بقى احنا كنا بقى في الالفابيتيكال، هتزود بقى هنا لازم تزود البيج بيج نمبر رقم الصفحه اكوردنج تو كذا بين كوتيشن اهو بين كوتيشن ماركس الحاجات اللي قالها ايه، وتروح حاطط رقم الصفحه. يبقى انت هنا الريفرنس الاوثرز ديت ورقم الصفحه بكذا طريقه بقى تمام، يعني زي ما احنا شايفين كده مع بعض، او تقول الحاجه وبعد كده الاوثر ورقم الصفحه والديت والكلام ده كله، يعني الدنيا مفتوحه فحطها بالطريقه اللي انت عايزها. المهم في الاخر في اوثر او اوثرز يعني، وفي ديت وفي رقم صفحه. طيب ده كله في الالفابيتيكال زي ما احنا شايفين. طيب في النيوميريكال بقى
جوه الانتكست سايتيشن بقى هتعمل ايه؟ هتقول اهو كوتيشن ماركس، وبعد كده تحط رقم زي ما احنا قلنا، ما ممكن يبقى سوبر سكريبت او ما بين قوسين، تحط رقم المرجع وبعد كده جنبه الصفحه على طول، عشان نبقى عارف ان انا لما اقرا المرجع واحد ده في الصفحه رقم كذا هلاقي الكلام اللي انا اقتبسته زي ما هو. برضو ممكن تبقى هي كوتيشن ماركس واكوردنج تو كذا، وعلى طول رقم الصفحه، الرقم المرجع والصفحه بكذا طريقه برضو. طيب في بينشا اختلاف محدد لو الكوتيشن بقى ده كبير. طب كبير دي حجمها قد ايه يعني؟ اختلفوا، فممكن اللي هو كوتيشن اكتر من 40 كلمه او اكتر من 2 ل 4 سطور، فبعض قال اكتر من سطرين، البعض قال اكتر من 3، البعض قال اكتر من 4. طيب هنعمل ايه؟ هنعملها بالطريقه دي. خلاص مش هنحط كوتيشن ماركس بقى، ولكن هنعمل اندنتيشن. يعني ايه اندنتيشن؟ لو البيبر عندي بتبدا السطر من هنا هسيب مسافه وابدا بعد كده الجمله اللي انا اقتبستها دي كلها مقتبسه، تمام؟ وفي اخرها ومفيش كوتيشن ماركس، وبعد كده اقول المرجع بتاعها زي ما احنا شايفين ده عشان الفابيتيكال، فقلنا هو اسماء الاوثرز وبعد كده السنه وبعد كده البيج، تمام؟ يبقى ده، يبقى وطبعا في باراجراف لوحده خالص. طيب وبعد كده اكمل تاني البيبر عادي واكمل الكلام. طيب الفرق ما بقى ما بين الالفابيتيكال برضو نفس الكلام في النيوميريكال، بس يعني بدل الاسماء والديت حطينا رقم المرجع والصفحه. طيب نخش بقى كمان بنعقد الدنيا اكتر فاكتر، لو هو بقى ايه سكندري كوتيشن او اندايركت كوتيشن، اللي هو بقى قريت مرجع اثنين اللي كان مقتبس حاجه من مرجع واحد وما عرفتش اوصل لمرجع واحد، فانا هحط الاقتباس بس هقول ان انا خدته من مرجع اثنين وابين ان هو من يعني من مرجع واحد، شغلانه بقى، تمام؟ طيب نفس الكلام اللي هو دايما نحاول ما نلجاش لكده، اولا نحاول ما نعملش كوتيشن كتير، ممكن ما نلجاش ليه خالص. والحاجه الثانيه لو لجانا ليه اضطرينا ما يبقاش سكندري كوتيشن، يعني نقرا البيبر نفسها. طيب في الاخر خالص انا عايز اللي بيقرا البحث بتاعي يبقى عارف ان ده كوتيشن، ويبقى عارف اللي هو اللي انا جبته من البحث اثنين مش من البحث واحد، والبحث اثنين جابه من البحث واحد. طيب جوه المانوسكريبت نفسها اهو مثلا ادي اهو كوتيشن ماركس وبعد كده اسم المؤلف كوتد ان، بدل سايتد ان بقى كوتد ان ويلسون كذا كذا، يبقى ده المرجع الثاني سكندري سورس وجاب الكوتيشن من المرجع الاولاني، تمام؟ طب لو نيوميريكال نفس الكلام، اسماء المرجع الاولاني اس كوتد ان وده المرجع الثاني وحطيت رقم المرجع والبيج بتاعته، خلاص؟ طب في الريفرنس ليست نفس الكلام، اللي يهمني المرجع الثاني، تمام؟ خاصة في النيوميريكال كتبت المرجع الثاني بس، وأنا عارف من المانوسكريبت إن الحتة دي كوتيشنز لمرجع ثالث أقدر أدور عليها لما أروح للمرجع الثاني ويبان المرجع الأولاني فيها. في الألفابيتيكال ممكن أكتبها بالطريقة دي، المرجع الأولاني كوتد باي المرجع الثاني وهكذا. طبعا كلنا شفنا أو سمعنا ماتش الأهلي والزمالك الأخير، فانتشرت بقى إيه على التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وكده، ألف ألف مبروك الفوز بالثلاثة بعشر لاعبين منهم ناشئ. أنا لما أقرأ الكلام ده كده سكندري سورس، لأن البرايمري سورس هنا إيه؟ هو الماتش نفسه اللي أنت تشوف الماتش نفسه. طب افرض أنت ما شفتش الماتش، السكندري سورس ده حد اتكلم عن الماتش فقال كده بقى إيه؟ أنا باخد من المعلومة هنا إيه؟ هو شايف إن الزمالك لعب ناقص طول المباراة بعشر لاعبين واشترك بناشئين، تمام؟ وفاز بالثلاثة في الآخر. خلاص؟ طيب المفروض يا اما انا الجمله دي لوحدها، تمام، وكده هيبقى مشاكل السكندري سورس، يا اما اشوف احاول اشوف السورس الاولاني اشوف الماتش نفسه، تمام؟ طيب لما اشوف المباراه نفسها هنلاقي ان الزمالك لعب بالفريق الاول مكتمل لغايه الدقيقه 83 اللي فيه لعيب اتصاب وكانوا خلصوا التغييرات، فلغايه الدقيقه 88 ما لعبوش لانه كان بيتعالج، يبقى الماتش تقريبا انتهى، ده بقى دقيقتين في الماتش بس، يبقى لعب المباراه كلها كاملا، تمام؟ النقص كان بس في وقت بدل الضايع، وكمان اللاعب الناشئ ده دخل قرب نهايه المباراه، يبقى الماتش المباراه كلها لعبوا مكتملين العدد، تمام؟
الحاجه الثالثه الاهلي نفسه كان فيه نقص، لان كان فيه كل الجناح اللي بيلعب في الجناح الايمن كان مصاب ما لعبش تمام، واضاع وكان كمان ليه هجمات خطيره وضيع كور في العرض. طب انا عايزين نوصل لده لايه؟ يبقى انا لو نقلت السكند ريسورس زي ما هو، يبقى انا نقلت وجهه نظر اللي قال، كان هيبقى الكلام كله غلط. لما اشوف المباراه نفسها او البرايمري ريسورس الاقي الحقيقه مختلفه تماما. علشان كده نبعد قدر الامكان عن السكند ريسورس، دايما نقرا البرايمري ريسورس نفسه ونعرض الحقائق زي ما هي. الزمالك فاز ب3-1 ودي نتيجه كبيره طبعا، لانها ما حصلتش من زمان، لكن ما اقولش بقى اضافات من عندي غير صحيحه.